في الباب الثالث الإمام الزرقاني رحمه الله بين تنزلات القرآن، تنزله في اللوح المحفوظ وأدلة هذا التنزل، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ثم تنزله إلى السماء الدنيا، كما صح عن ابن عباس أنه نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم تنزله إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان منجما، وذكر أدلة التنجيم يعني مفرقا لم ينزل جملة واحدة، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وبين الإمام الزرقاني رحمه الله معاني النزول وما يليق بالله سبحانه وتعالى في هذا المعنى. النزول في اللغة الانحطاط من علو إلى سفل، وإما أن يكون بمعنى الحلول، نزل الأمير في المدينة، فقال هذا المعنى الأول لا يليق بالله لأنه يشعر بالتجسيم، والثاني لا ينفصل من الله سبحانه وتعالى كلاما وحل في اللوح المحفوظ، فاختار من المعاني ما هو من باب المجاز بمعنى الإعلام، كما تقول نزل أمر ملكي، فيأتي فلان من الناس فيخبرك بما قاله الملك، فيكون هذا الإنسان واسطة لإعلامك بخبر الملك. فكذلك الأمر ما ثبت في اللوح المحفوظ، ما ثبت في السماء الدنيا في بيت العزة، ما ثبت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن وسائط إعلامية أخبرتنا مراد الله سبحانه وتعالى. وذكر فوائد تنزلات القرآن، من أهمها تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء الذين يأتون من بعده، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إنسان إذا عرضته المشاكل وراء هذه الآيات التي تبين ثمرات فضائل الصبر، وكيف الله أنجأ أهل الإيمان وكيف أهلك الظالمين، فهذه تثبت الداعي. ثم بيّن كيف الله سبحانه وتعالى أصلح في الأمم الأهم العقيدة أولا، ثم كيف تدرج بهم في السلوك والعبادات، وذكر حكما ولها أوجه كثيرة، هذه من أهمها.